من موجة الحرائق التي شهدتها بلادنا، أين قمنا الأمس على إعطاء إشارة انطلاق لقافلة تضامنية لفاية ولاية زوزو. فنحن اليوم نواصل العمل التضامني، نشرف على إعطاء الإشارة انطلاق لقافلة تضامنية لفائدة إخواننا في ولاية بجاية وسكيكدا التي شهدت كذلك هي الأخرى موجة من الحرائق المنطقة. وإذ نثمن الهبة التضامنية للمحسنين والمتعاملين الاقتصاديين لولاية سطيف الذين ضربوا أروع الأمثلة في مختلف المحن التي مرت علينا ليجسدوا فعلا أواصر اللحمة والتآزر بين مختلف فئات الشعب، نقف وقفة إجلال وترحم على كل من فقدناهم جراء هذه المحنة التي حلت ببلادنا. وسننتصر بإذن الله، أقول سننتصر بإذن الله على كافة الصعوبات كما انتصرنا سابقا على كل الظروف التي واجهتها. الحماية المدنية والمواطنين كرجل واحد لمجابهة كل هذه الضربات. رجال الغابات وكل المواطنين الذين يقاومون هذه الظروف في ظروف صعبة، وسنصل إن شاء الله إلى التوفيق إن شاء الله بمشيئة الله.